مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى برنامجكم تواصل دوت كوم. وكالمعتاد نبدا بالاطلاع على العناوين في هذا العدد. البدايه من كربلاء، وهناك تتواصل التظاهرات وتزداد اعداد المشاركين فيها. بعد ذلك ننتقل الى بغداد، وهناك شباب العراق في ساحه التحرير. في ساحه التحرير يهتفون ضد الفاسدين والاحزاب الحاكمه. ثم بعد ذلك نذهب إلى ذي قار، وهناك أيضا تتواصل التظاهرات، ومنها واحدة أمام مبنى مجلس المحافظة وتهتف ضد الأحزاب الحاكمة. أما الختام فسيكون مع تنسيقية البصرة التي قدمت واجب العزاء لذوي المقتول المحامي جبار البهدلي، الذي اتهم مواطنون ميليشيا الأحزاب بالوقوف وراء اغتياله. أهلا بكم. إذن المظاهرات تتواصل مشاهدينا الأعزاء في كربلاء، والمشاركون فيها يهتفون هيلا عليهم هيلا، في خطوة تعكس إصرار المتظاهرين على مواصلة التظاهرات حتى انتزاع كافة حقوقهم المشروعة. نتابع. مجلس كربلاء، مجلس كربلاء، مجلس كربلاء، مجلس كربلاء، مجلس كربلاء، مجلس كربلاء، هلا هلا عليهم هلا، والشعب على بحالة، هلا عليهم هلا، والشعب على بحالة، هلا عليهم هلا، والشعب على بحالة، إلى جماهير محافظة ميسان الآن الذين هتفوا ضد الأحزاب الحاكمة بهتاف أحرار نبقى للأبد، وفيها يطالبون أيضا بحقوقهم ويؤكدون أنه لا تراجع عن التظاهرات. نتابع. الآن إلى شباب محافظة القادسية، وفي مدينة الديوانية هتفوا الشعب يريد إسقاط الأحزاب في مظاهرات التي لا تزال متواصلة، والتحشيد لا يتوقف للتظاهرات وسط دعوات تحث على مواصلتها. نتابع وإياكم. متظاهرو البصرة يهتفون ضد فساد الأحزاب من أمام مبنى مجلس المحافظة، ويوصلون العديد من الرسائل من خلال الهتافات التي ترفض الفساد والفاسدين. الآن نذهب وإياكم إلى شباب بغداد المنتفض في ساحة التحرير، والذي ردد ضد الفاسدين العديد من الشعارات، وأيضا هتف ضد الأحزاب مؤكدا على ضرورة أن تتواصل التظاهرات.
الآن نتابع إياكم جانباً من مظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد التي شهدتها الساحة يوم الجمعة الماضية. الآن إلى جماهير مدينة الناصرية في محافظة ذي قار والذين هتفوا أيضا ضد الفاسدين والأحزاب الحاكمة. إلى متظاهري النجف الذين هتفوا بدورهم الأحزاب كلها سارقة ودعوات من الشباب القائم على التظاهرات من أجل مواصلتها. نتابع وإياكم. Yeah.
مفهوم، اللي ما شايفه خليه يشوفه. هذا مفهوم، هذا نبقى في النجف، ولكن نتجه إياكم الآن السادة المشاهدين إلى حكاية أم فجعت بابنها الوحيد وهي توصل رسالة إلى الحكومة الحالية. تعالوا لنتعرف على تفاصيل الحكاية. شفنا شلون خلنا نقرأ فاتحة من الكم، شوف مشاكلكم، احنا من لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، حالنا حالكم، هم نعاني من المشاكل والمصايب. لا بركة يوصل صوتنا، نتمنى انسان شريف، ما معقول السادة الإعلاميين اخوتنا الأعزاء المحترمين، يعني ما واحد فيهم خير انت غيره، يباهوا عليه الشهداء، العوائل وما ظلت مظلومة، انظلمت والله انظلمنا. والله ظلمنا وظلمت حكومته، والله ظلمنا، الله اكبر يا ناس، الله اكبر. ولكم ابن الواحد راح من عندي ما حد يسال علي. ولكم الله اكبر، بين الحكومه وبين العده غيره وبين العده شره، بس كلها ما عنده غيره. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبقى الآن مع رسالة موجهة للعباد بشأن وعوده التي أطلقها بتلبية مطالب المتظاهرين، نتابع وإياكم. السلام عليكم. ما وعد به حيدر العبادي المتظاهرين من تنفيذ مطالبهم، الرجال صادق صادق، قالهم سنعمل على إيصال الماء أو الحصة المائية فوراً إلى المثنى، وهذا الفور المالته، شوفوا هذا الناظم مال رميثة فارغ جاي يمشي بيها سانة وسط النهار. شوف شوف التواير، شوف جواميس هاي ميتة. زين سؤالي للعبادي، إذا الفور مالتك جفف نهر الرميثة، زين مجسر الصدرين شلون بيه؟ ها؟ مشروع الماء شلون بيه؟ ها؟ تبليط شوارع الرميثة شلون بيها؟ ها؟ تثبيت العقود شلون؟ ها؟ ها؟ شو وقت؟ هاي الفوران هيج؟ زين مال سننظر سنتابع شلون؟ الـ1040 درجة وظيفية ايش وقت تسويهن؟ ها ها سمعني ابو البعض، ايش وقت تسويهن؟ شوف البعض مالتك وين وصلنا، بعض ما تبعض، واحد واحد، شفتوا يا اهالي المثنى؟ هذه وعود العبادي، 3 ايام على ذهاب وفد المحافظ للقاء العبادي، وهاي النتيجة، ما إلى حد الآن ماكو، هاي الفوراً قال فوراً سيصل الماء. زين بقية الوعود والمشاريع شو وقت تسويهن؟ ها؟ قرة عينك خدر أبويا، خدر، يقولون أنت مضبوط بالتخدير، رقم واحد بالحكومة بالتخدير، خلي يشوفون. هذا نهر رميثة، العباد قال فوراً يصل الماء لهم، وفعلاً فوراً جف النهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ ومن بعد هذه الرسالة التي تعكس واقع محبط لشباب عراقي إزاء ما تتفوه به الحكومة التي لا تجيد سوى لغة الأقوال، كما يقول كثيرون من الشباب الذين يكتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويدلون بآرائهم، المظاهرات لا تزال باستمرار وباتساع وتواصل لا يتوقف، ومنها تجدد المظاهرات أمام مبنى مجلس محافظة ديقار أيضا ضد أحزاب الحكومة وفسادها، نتابع وإياكم. Allah'a emanet.
أما الآن فنشاهد إياكم جانباً من المظاهرات التي شهدها قضاء الشامية في محافظة القادسية. بعض من كتب على فيسبوك تعليقا على هذا المقطع المصور قال: عجبا كيف لرجال الشرطة أن يضحكوا من هموم المواطنين. إلى وفد تنسيقية متظاهر البصرة الذي قدم واجب العزاء لذوي المحامي المقتول جبار البهادلي واتهموا ميليشيا تابعة للأحزاب بالوقوف وراء مقتله. نتابع. الماي والشل بعد ما مش عندنا شطة، الماي والشل بعد ما مش عندنا شطة، افهم افهم وشيل النقاط من الحروف، الزحمة منهم رحمة بس شيل النقاط ولا تحط راسك، لا تحط راسك، حرام اهلك تموت، وشاب بعد صغير شفته بحلمة غطة، تريد تحرق؟ تريد تحرق؟ احرق قلوب الخلص عمرك مناطر منها خدمة، تريد تشعل؟ اشعل بقلبك حقد على الباق من كل شاب حلمي. انت سلمي شقق حلوق السياسه الخلت من كل بيت نجمي. الله شقق حلوق السياسه الخلت من كل بيت. نجيب الحق لوضع، نجيب الحق لوضع، نجيب الحق لوضع، نجيب الحق لوضع. الآن إلى كلمات قالها المحامي المقتول جبار البهادلي الذي اغتالته ميليشيا الأحزاب. آخر الكلمات التي قالها نشاهدها في المقطع المصور الآتي. عدد من المتظاهرين محامو البصرة كانت لهم وقفة من خلال تشكيل فريق اللي احنا دافعنا عنهم وترافعنا عنهم واللي أفرج عنهم تقريبا تجاوز 40. وما زال موقفنا مع المتظاهرين، مع المطالب، المطالب اللي ترفعها البصرة، مع حقوق البصرة، مع كل ما يتطلب الأمر من التظاهر. الرسالة هو أنه موقف النقابة، نقابة المحامين، إحنا أولاً أنا فرد من أفردنا البصرة. نريد نوجه رسالة إلى جميع، إلى الحكومة وأيضا المتظاهرين، أكو هناك حقوقيين وقانونيين، نقف معهم ونقف مع المطالب التي يطالب بها المتظاهرين، وكلنا دعم لهذه المطالب. الفيديو الرقمي القادم يوضح لكم ويبين شيئا من المعلومات بشأن الاعتقالات التي طالت المتظاهرين في أكثر من محافظة على امتداد الأيام السابقة. نتابع. We'll be right back.
عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما فيسبوك، ناشطون ذكروا أن حكومة العبادي تنشر الآليات المصفحة والمدرعات في شوارع مدينة البصرة لتخويف المواطنين ومنعهم من الخروج في مظاهرات الجمعة القادمة. تعالوا نقرأ وإياكم أبرز التعليقات على هذه التطورات وكيف تعامل معها الشارع العراقي في فيسبوك. في التعليق الأول، هذه طبعا هي الصور التي تظهر المدرعات التي تنشرها حكومة العبادي من أجل تخويف مواطني البصرة كما يبدو لكم فيها. الآن نذهب وإياكم إلى التعليقات. في التعليق الأول كتب ساجد يقول: أشبه بإعلان الأحكام العرفية في البلاد، وأعتقد تلك ليست بادرة خير. هذا ما يراه الشاب، يرى أنها عبارة عن يعني خطوة لفرض الطوارئ. في التغريدة الثانية أو التعليق الثاني، علي أحمد يكتب: يا شعب العراق، انتفضوا لأهلكم، انتفضوا لأجل كرامة العراق، لأجل شهداء العراق، لطرد الأحزاب الإرهابية وعصاباتهم، دمروا البلد، والله إذا سكتنا راح تقمعنا الأحزاب. الفكرة واضحة، هي دعوة لمواصلة التظاهرات. نذهب الآن إلى تعليق جديد وكتبه أحمد العراقي، يقول: إذا لم نكن يدا واحدة سوف يقتلوننا واحدا واحدا. الثورة قادمة بإذن الله بجهود أبناء العراق وأبناء الجنوب خاصة، ثوروا بوجه الطغاة الملعونين. هذا الشاب يرى أن ما يحدث على الأرض إرهاصات ومقدمة لثورة قادمة، هكذا يرى. إلى تعليق جديد كتبه أكرم، يقول: لا يدافع عن الفاسد إلا الفاسد، ولا يدافع عن الحرية إلا الأحرار، ولا يدافع عن الثورة إلا الأبطال. هي رسالة لمن يحاولون أن يثبطوا من عزائم العراقيين، وهي رسالة للاصطفاف إلى جانب الشارع العراقي. إلى التعليق الأخير وكتبه نبيل العراقي، يخافون إن توحدنا، توحدنا هو المسمار الأخير في نعش الحكومة. هذا كان أبرز ما جاء في فيسبوك. أما الآن فنذهب إياكم إلى تويتر. الهاشتاغ الذي نشط خلال 24 ساعة الماضية في تويتر هو هاشتاغ ثورة العراق. تعالوا نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت واختتمت بهذا الهاشتاغ ثورة العراق. كتب جميل: العراق بحاجة إلى ثورة اجتماعية إضافة إلى ثورته السياسية ضد الفاسدين والأحزاب المجرمة. إذن هي دعوة واضحة إلى الثورة. في التغريدة الثانية غسان المحمدي يكتب: الآن أغلب العراقيين يريدون التغيير، وقد بيّنوا هذا بوضوح تام بعدم اشتراكهم في العملية الانتخابية الأخيرة، حيث لم يشترك إلا قلة قليلة جدا في وسط وجنوب العراق. الآن إلى التغريدة الثالثة نتابعها وإياكم، وكتبها المنصور بالله المصري، يقول: إن الانتفاضة يجب أن تتطور وتصبح ثورة عراقية مليونية تعزل الرئيس الحالي ورئيس الوزراء والنظام كله، بشرط أن يكون هناك البديل الكفء القوي العادل ليواجه كل الراجعين، العملاء والمرتزقين المنتفعين. نذهب وإياكم الآن إلى التغريدة الأخيرة وكتبها حسين، يقول: إذا استمرت ثورة العراق ستجدون المنطقة القذرة خالية من اللصوص، وتقولون كانوا هنا ثورة العراق. إذن هذا الشاب يقصد المنطقة الخضراء في تغريدته الأخيرة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في تواصل.com لهذا اليوم. إلى اللقاء.